Bonjour. Aujourd'hui, on va savoir comment demander un visa Schengen France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم في درسنا اليوم سنتعرف على كيفية طلب تأشيرة زيارة سياحية لفرنسا أو ما يسمى بفيزا شنغن. Étape 1. Prendre un rendez-vous. إذا أول مرحلة هو أخذ موعد. التساؤل الذي سيطرح هو كيفية أخذ الموعد. الموعد يؤخذ بزيارة الموقع الخاص بالقنصلية، وهناك سيقومون بإرسال رقم لبريدكم الإلكتروني أو بالاتصال على رقم الهاتف الذي يوضع في هذا الرابط لأخذ موعد، والرد يتم عبر البريد الإلكتروني. Combien de temps avant la date prévue de départ puis-je demander un visa Schengen؟ إذا كم من وقت علي أن أطلب في هذه التأشيرة قبل الموعد الذي أريد أن أسافر فيه؟ أي عليكم أن تطلبوا هذا الطلب 3 أشهر قبل تاريخ أو التاريخ الذي ترغبون فيه للسفر. Vous pouvez soumettre une demande de visa à partir de 3 mois avant votre date de départ. إذا يمكنكم أن تضعوا الطلب قبل 3 أشهر من تاريخ سفركم. Où dois-je prendre rendez-vous pour déposer ma demande de visa Schengen؟ إذا أين علي أن آخذ الموعد لأضع طلب تأشيرة شنغن؟ Vous devez déposer votre demande de visa Schengen au consulat du pays que vous comptez visiter en premier. Déposez votre dossier au centre de la ville où vous vivez, l'adresse inscrite sur votre carte d'identité nationale sienne. إذا عليكم أن تقوموا بزيارة القنصلية في المدينة التي تعيشون فيها للبلد الذي تريدون زيارته. مثلا في المدينة التي تعيشون فيها توجد قنصلية فرنسا، إذا هناك ستضعون الطلب. أقول الطلب وليس الموعد، لأن الموعد يؤخذ قبل. إذا تذهبون لوضع الطلب برفقة بطاقة الهوية. Étape 2. Télécharger, imprimer et remplir le formulaire de visa Schengen. إذا المرحلة الثانية بعد أخذ الموعد والذي قلت ستحصلون في على بريدكم الإلكتروني على موعد هذا وضع هذا الملف، ستقومون بتحميل وطباعة وملء استمارة التأشيرة. طبعا ستجدون هذه الاستمارة على الموقع للقنصلية التي ستزورونها في مدينتكم. Étape 3. Préparer les documents nécessaires. إذا المرحلة الثالثة هي تهيئ الوثائق اللازمة، والسؤال الذي يطرح دائما ما هي الوثائق اللازمة؟ إذا ستقومون بتحميل وطباعة بعد ملء الطلب أو الاستمارة. بعد ذلك الإضافة إلى هذه الاستمارة ستقومون بتهيئ هذه الأوراق. Quels sont les documents requis؟ إذا ما هي الوثائق التي يجب أن تضيفها؟ Un passeport valide، جواز سفر ثري المفعول. إذا هناك شروط لجواز السفر الذي عليكم أن تقوموا بطباعة
الأوراق الأولى من جواز السفر بالإضافة إلى أنكم ستضعون جواز السفر مع الملف. Votre passeport doit être valide pendant 3 mois avant la date d'expiration du visa pour lequel vous faites une demande et doit comporter au moins 2 pages vierges. إذن جواز سفركم عليه أن يكون ساري المفعول لمدة 3 أشهر قبل أن تنتهي أو أن ينتهي الطلب الذي ستقدمونه. أي أن إن كان جواز السفر سينتهي في مدة أقل من 3 أشهر من الطلب الذي ستقدمونه فهذا الجواز سيكون مرفوض. وعليه أن يكون فيه على الأقل صفحتين فيرج أي أن صفحتان من جواز السفر لا تكون مكتوبة فيهما أي شيء أي لا يكون قد ألصق فيها تأشيرة أخرى لبلد آخر أو لنفس البلد. Faites des copies de la première page du passeport ainsi que de vos visas précédents. إذن ستقومون بنسخ الأوراق الأولى لجواز السفر وأيضا إذا كانت لديكم تأشيرات سابقة. إذا أول شيء على جواز السفر أن يكون ساري المفعول بثلاثة أشهر قبل أن تقوموا بتقديم الطلب. Formulaire de demande de visa. إذا قلنا استمارة طلب التأشيرة يجب أن تكون مملوءة و rempli et signé أن تكون مملوءة قمتم بتلبيتها وأيضا بإمضائها. Assurance voyage تأمين السفر. إذا بالنسبة لتأمين السفر إذا عليكم أن تقوموا بها في أحد وكالات السفر ستكون أرخص إن قمتم يمكنكم أن تقوموا بها أيضا في الأبناك ولكن إذا قمتم بها في وكالات السفر تكون أرخص وتكون أفضل. Attestation de congé. إذا شهادة الإجازة عن العمل أي مدة الإجازة التي تأخذونها من العمل إذا هذه الورقة تحصلون عليها من مدير العمل هو الذي يقوم بإعطائها لكم أو المؤسسة التي تعملون فيها يكتب مدة الإجازة التي ستتمتعون بها خلال هذا السفر. Attestation de travail أيضا شهادة العمل إذا أيضا تحصلون عليه من رب العمل على تحصلون على شهادة العمل وشهادة الإجازة. Preuve de logement إذا عليكم أن يكون لديكم شهادة أو دليل الإقامة التي ستقيمونها في هذا البلد الذي تريدون أن تزوره والأغلبية يقومون بما يسمى بـ une réservation d'hôtel أي حجز في فندق يقومون بالحجز في البلد الذين يقومون الذي يعيشون فيه أي أن الحجز يكون فقط عبر الانترنت وقد تكون مدة يوم فقط وعند سؤالكم تقولون أنكم ستغيرون مكان الإقامة. Une preuve d'hébergement أو هناك طريقة أخرى إذا كان هناك شخص ما في البلد الذي ستسافرون إليه يستطيع أن يعطيكم شهادة الإقامة أو الاستضافة bien une invitation au cas où vous rendez visite à des parents ou des amis. إذا كان لديكم شخص من العائلة أو صديق يرسل لكم une preuve d'hébergement أو une invitation. En cas d'hébergement chez un particulier, ce justificatif est une attestation d'accueil que la personne invitante retire auprès de la mairie de son lieu de domicile. إذا كان هذا الشخص ليس من العائلة أو شخص خاص فعليه أن يرسل لكم شهادة استقبال يأخذها من La mairie, وهي ولاية البلد الذي يقيمون الذي ستسافر إليها أي التي يقيم فيه الشخص الذي سيستضيفك.
غولفي بونكير البيانات المصرفية وهي تكون للشهور للأشهر الثلاث الأخيرة. إذا تحسبون يوم وضع الملف ثلاث أشهر الأخيرة تسحبون لغولفي بونكير البيانات المصرفية من المصرف الذي تتعاملون فيه. إذا فقط 3 غولفي بونكير. دو فوتو او فورما باسبور صورتين شخصيتين لكما بحجم جواز السفر أي بحجم الصورة التي تكون في جواز السفر. En cas où le demandeur est mineur. إذا في حالة أن كان طالب التأشيرة هو قاصر. إذا هنا ستكون وثائق أخرى. Le certificat de naissance, شهادة الإزدياد, doit être soumis. إذا عليها أن تكون خاضعة للأبوين. Les deux parents doivent signer le formulaire de demande de visa. إذا الأبوين عليهم أن يقوموا بإمضاء استمارة طلب التأشيرة. Des copies certifiées de passeport des deux parents doivent être jointes. أيضا نسخ مصادق عليها لجواز سفر الأبوين. Les deux parents doivent donner leur consentement écrit pour que l'enfant mineur voyage seul. إذن عليهم أن يعطي موافقة كتابية لهذا القاصر للسفر وحده. إذن يجب أن تكون هناك شهادة الإزدياد مرفوقة باستمارة موقعة من طرف الأبوين وأيضا صور لجواز سفر الأبوين وأيضا موافقة كتابية للأبوين في حالة وجود انفصال بين الأبوين وأحد منهما يتمتع بما يسمى لاغارد اكسكليزيف دو لونفون أي أنه الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الطفل أي أن سواء إن كانت الأم هي التي تحتضن الطفل أو الأب الذي يحتضن فقط الطفل فيجب إرفاق هذه الوثائق بنسخة مصادق عليها من المحكمة أي أن الموافقة عليها أن تكون من المحكمة إن كان الطفل في عهدة أحد الأبوين فقط وليس الأبوين معا. Selon le type de visa que vous demandez, des documents supplémentaires peuvent être exigés tels que réservation de vol. إذن يمكن أن تقترح أيضا حسب نوع التأشيرة التي تطلبونها. هذه الوثائق ليس ضرورية للجميع، قد تكون ضرورية للبعض حسب نوع التأشيرة. réservation de vol أي حجز الطائرة. للبلد الذي تتوجهون إليه pour le pays de destination preuve de l'état civil إذن دليل للحالة المدنية مثلا certificat de naissance original شهادة الإزدياد ليست مصورة بل تكون نسخة حقيقية certificat de ménage commun original ou bien le certificat de mariage original أو عقد الزواج. إذن قد ترفق الوثائق السابقة بهاتين الوثيقتين réservation de vol ou bien une preuve de l'état civil. Étape numéro 4. إذن المرحلة الرابعة. Se mettre à la demande et payer les frais de visa. إذن هنا سنتكلم عن كيفية إجراء هذا الموعد. Comment se passe le rendez-vous أو كيف أو ما هي ظروف هذا الموعد. إذا عندما يكون الملف كامل متكامل ستقومون بوضعه تذهبون إلى القنصلية لوضعه. إذا ستكون هناك بعض الإجراءات. À votre arrivée au centre, vous devez monter à l'agent de sécurité. Vous devez montrer, pardon.
Idan, à votre arrivée au centre, vous devez montrer à l'agent de sécurité votre confirmation de rendez-vous et votre sienne. إذا ما إن تصلوا إلى المركز أو إلى القنصلية عليكم أن تقوموا بإعطاء أو إظهار لأجن دو سيكوريتي أي رجل الأمن votre confirmation de rendez-vous تأكيد الموعد. إذا قلنا هذا يأتي عبر البريد الإلكتروني et votre CIN أي وأيضا بطاقة التعريف الوطنية. أول إجراء هو أن تقدموا لرجل الأمن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بكم وأيضا الورقة التي ستقومون بطباعتها لأنكم ستتوصلون بها البريد الإلكتروني التي تؤكد هذا الموعد. Par la suite, présentez-vous à la réception pour récupérer votre numéro de file d'attente. إذن ستقومون ب تقديم نفسكم للاستقبال لكي تأخذوا رقم الانتظار لأن سيكون هناك طبعا فيل داتونت أي سيكون هناك أشخاص كثيرون لتقديم الطلب. Une fois votre numéro apparaît, présentez-vous au guichet de collecte d'informations correspond. Un agent va récupérer votre dossier de demande de visa après avoir vérifié la liste des documents. إذن ستتقدمون ما إن يأتي دوركم ستتقدمون إلى مستخدم. Un agent va سيأخذ ملفكم va récupérer votre dossier de demande de visa après avoir vérifié la liste des documents. وسيتأكد من أن جميع الوثائق موجودة. وفي حالة عدم إذن عن تجربة خاصة في حالة عدم وجود جميع الوثائق سيعطيكم ملف أو envelope ما يسمى بغلاف ستقومون في ظرف ساعة سيعطيكم وقت ساعة أو ساعتان لتعيدوا أو لتحضروا الوثيقة الناقصة التي تنقص الملف وعندها ستكملون إجراءاتكم. L'agent va vous remettre une attestation des documents présentés que vous devez signer. إذن سيعطيكم شهادة أنكم قدمتم جميع الوثائق وستقومون بتوقيع هذه الشهادة. Il procédera à la facturation des frais de visa. Il va vous remettre un reçu pour les frais payés et un accusé de réception de votre demande. Ce reçu est très important. Il faut le garder pour pouvoir suivre votre demande en ligne et pour pouvoir récupérer votre passeport. إذن في بعد أن تقدموا الوثائق وبعد أن تحصلوا على ورقة توقعون عليها أنكم قمتم بتقديم جميع الوثائق ستذهبون لدفع مبلغ هذا الطلب وستحصلون على توصيل أنكم دفعتم مبلغ لطلب التأشيرة. Vous devez revenir à la réception pour récupérer un nouveau numéro de file d'attente. إذن ستعودون إلى الاستقبال لأخذ رقم جديد للانتظار. Cette fois, un agent va prendre une photo de vous ainsi que vos empreintes. إذن بعد أن تتوصلوا بالتوصيل توصيل على دفع المبلغ لطلب التأشيرة ستأخذون رقم آخر للذهاب إلى مكتب آخر كي يقوموا بتصويركم هناك وأخذ بصماتكم. Que هنا on a dit une photo أي أخذ صورة va prendre une photo de vous ainsi que vos empreintes وأيضا بصماتكم. Combien coûtent les frais du visa Schengen? إذن ما هو المبلغ الذي ستدفعونه؟ Pour adultes, للكبار 660 درهم مغربي. Pour enfants entre 6 ans et 12 ans, إذن الأطفال التي تتراوح سنهم بين 6 و 12 سنة 385
dirham maghribi, 385 dirhams pour enfants de moins de 6 ans, al atfal al aqal min 6 sanawat, gratuit, idan sayakoun ad daf' majan. Les frais de visa applicables sont en dirhams marocains. Tous les frais sont non remboursables même en cas de refus de visa. Et dans Jamir, المصاريف لن تعوض عنها إذا رفضت التأشيرة سنتطلق لأسباب رفض التأشيرة في فيديو آخر. Il y a des frais de service de 169 dirhams perçus par demande en plus de frais de visa. إذا قد يكون هناك مصاريف إضافية 169 درهما. Tous les frais doivent être versés en espèces uniquement. أي أن الدفع سيكون بالعملة وليس بالشيكات. Ces tarifs peuvent changer à tout moment. Il faut vérifier auprès du consulat avant de déposer votre demande de visa. إذن هذه الأثمنة طبعا تزداد لأن الآن حسب آخر مرة كانت 900 درهم للكبار. إذن قد يكون زيادة في الأثمنة. إذن ليست أثمنة ثابتة وهناك ملحوظة سأقدمها. في حالة الوصول إلى الموعد متأخر سيكون هناك دفع. إذا أردت أن تدفع الملف في نفس اليوم وقد أتيت متأخر مثلا بساعة أو ساعتين ستكون هناك مصاريف زائدة. إذن أحذركم أنه يجب الوصول إلى الموعد بثلاثون دقيقة قبل الموعد الذي سيكتب لكم في التوصيل. Est-ce que quelqu'un peut déposer ma demande de visa Schengen à ma place. هل يستطيع شخص آخر أن يضع طلبي؟ أي في حالة أن كنتم مشغولين أو لا مرتبطين، هل يستطيع شخص آخر أن يضع هذا الملف بدلا عنكم؟ Il n'est pas obligatoire d'aller personnellement à des consulat, centre de gestion des visas. Et dans l'ESA, l'ESTO Moutalin, un tédaboubi, un fusicum, il a al consulia, au marakiz, tefir, et tachira. Vous pouvez envoyer un représentant en votre nom pour soumettre votre demande de visa. Il doit juste avoir une lettre de procuration de votre part. Et dans Fakat Tartona, Wakala, procuration هي وكالة أي أنكم توكلون شخص. هذه الوكالة تكتبونها وتوقعونها وتعطونها للشخص الذي سيقوم بوضع الملف بدلا عنكم إن كنتم مشغولين. Étape numéro 5, متابعه الطلب, suivre la demande de visa Schengen. إذا يمكنكم أن تتابعوا طلبكم بالتوصيل الذي سيعطى لكم. ستستعملونه لمتابعة الطلب على الموقع الذي ستجدونه طبعا في موقع القنصلية. Combien de temps dois-je attendre avant d'avoir une réponse؟ ما هو الوقت اللازم الذي يجب أن أنتظر للتوصل بالرد؟ Le traitement des dossiers prend en moyenne 15 jours et peut aller jusqu'à 30 ou 60 jours. Et dans mon دراسة الطلب قد يأخذ مدة 15 يوما 30 أو حتى 60 يوما وقد يكون فقط مدة أسبوع. إذن كيف ستعرفون أنكم récupérez votre passeport؟ إذن عندما ستعطون الملف أيضا سيتم حجز جواز السفر لأن على جواز السفر سيتم وضع التأشيرة. إذن المرحلة السادسة هي استرجاع جواز السفر. Comment je peux savoir que mon passeport est prêt؟ إذن كيف أعرف أن جواز سفري أصبح
أصبح مهيئا et prêt. Vous allez recevoir une notification par SMS ou par email. إذا ستتوصلون برسالة عبر الهاتف أو عبر البريد. وأغلبية الأحيان هذه الرسائل لا تصل. لذلك أنا أنصحكم بالذهاب بعد أسبوع أو 10 أيام تذهبون إلى القنصلية للسؤال عن ملفكم. La notification va juste vous dire que votre passeport est prêt et non pas si vous avez eu le visa ou non. إذن هاتي الرسالة التي ستتوصلون بها ستعلمكم بأن جواز السفر أصبح جاهز. إذن وجدت الكلمة prêt يعني أنه جاهز ولن تحدد لكم إن كانت تأشيرتكم أو طلب تأشيرتكم قد قبلت أو رفضت. أي أن القبول أو الرفض ستتعرفون عليه فقط بعد أخذ الملف. سيكون ظرف أبيض فيه جواز السفر وجميع الوثائق التي قمتم بوضعها ستعاد إليكم لأنكم ستعطون هذه الوثائق وستستعيدون الملف مصحوب بجواز السفر. طبعا عندما تفتحون الغلاف البريدي ستجدون جواز السفر وأيضا الوثائق وتجدون القبول أو الرفض. أتمنى أن تجدوا القبول. Alors c'était le cours d'aujourd'hui. إذا كان هذا درس اليوم أو فقط معلومات ليس بدرس. إذا كيفية طلب تأشيرة comment demander un visa Schengen. Et dans هذه التأشيرة التي أصبحت مطلوبة جدا لأنها أسهل في إجراءاتها. أي سؤال أي معلومات إضافية أي تساؤلات ما عليكم سوى كتابتها في التعليق وسنقوم بإفادتكم. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى أن تشتركوا على القناة وأن تشاركوا الفيديو لتعم الفائدة لأني أعرف أن هذا الموضوع يهم الكثيرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.